اختيار المركز في كره القدم احيانا بيكون من اصعب الاختيارات اللي بتواجه اللعيبه، وعشان كده في فيديو هقول لك ازاي تختار مركزك بالطريقه الصحيحه، فهقول لك على اسئله تسالها لنفسك ولاصدقائك والمدربين عشان تقدر تختار مركزك بالطريقه الصحيحه، وسواء كنت لسه هتختار مركزك او انت في مركز معين وعايز تتاكد ان هو ده المركز المناسب لك ولا لا، فالفيديو ده ليك. انا عمر شرتوت، وقبل ما نبدا الفيديو اللايك الجميل واشترك في القناه لو لسه مش مشترك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد، وكالعاده ندخل الانترو ونبدا على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ ايه الاخبار؟ رب تكونوا بخير، معكم عمر شلتوت، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده مع فيديو جديد في سلسله المراكز. في الفيديو السابق عرفنا اسم كل مركز باللغه العربيه والاسم باللغه الانجليزيه والاختصار الخاص بيه وبعض المهام في الملعب وامثله من اللاعبين لكل مركز، وفي الفيديو هقول لك على خمس حاجات هيساعدوك تختار مركزك بالطريقه الصحيحه. ونبدا اول حاجه. اول حاجه، وده سؤال هتساله لنفسك، وهو ماذا تحب؟ ايه الحاجات اللي بتحب تعملها لما تلعب مباريات او اي مركز حاسس ان هو مناسب لك؟ فلو انت بتحب تفضل كلين شيت وبتحب ما يدخلش في فريقك اهداف، اكيد مركز حارس المرمى هيكون هو المناسب لك. ولو انت بتحب الحاجات البدنيه والالتحامات والتاكلينج، فاكيد مركز المدافع هيكون هو المناسب لك. ولو انت بتحب تكون الكره معاك باستمرار ودايما مشارك في اي حاجه بتحصل في الملعب، بمعنى انك بتحب تشوف الكوره كتير، فمركز خط الوسط هو المناسب لك. ولو انت بتحب المراوغه وبتحب تعدي واحد ضد واحد وبتحب تعمل اسيست، فمن المحتمل ان مركز الجناح يكون هو المناسب لك. ولو انت بتحب تسجل اهداف بكثره، فمن المحتمل مركز المهاجم هو المناسب لك. فشوف انت بتحب تعمل ايه وشوف الحاجات دي هتقدر تعملها في انهي مركز، وبكده هتقدر تختار المركز المناسب لك بالنسبة للنقطة الأولى. وندخل على النقطة الثانية. تاني حاجة، وده سؤال أيضا هتسأله لنفسك، وهو ما هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟ وهي إنك تشوف نقاط قوتك وضعفك الآن في المباريات وتكون صادق مع نفسك، فتشوف إيه الحاجات اللي أنت كويس فيها دلوقتي وإيه الحاجات اللي أنت مش كويس فيها. على سبيل المثال، لو مش بتقدر تدافع كويس ومش بتقدر تكسب اي التحام، فاكيد مركز المدافع مش هو المناسب لك. ولو مش بتقدر تسجل اهداف ومش بتقدر تنهي الهجمه بسهوله، فاكيد مركز المهاجم مش هو المناسب لك. وعلى العكس، لو بتقدر تدافع كويس وبتقدر تكسب اي التحام، فمركز المدافع هو المناسب لك. ولو بتقدر تنهي الهجمه وتسجل اهداف بسهوله، فمركز المهاجم هو المناسب لك. ولو عندك رؤيه جيده في الملعب وتمريراتك دقيقه ومتقنه وهادئه على الكوره وبتعرف ازاي تخلق لنفسك مساحات، فمن المحتمل ان مركز خط الوسط هو المناسب لك. ولو بتقدر تراوغ المدافعين وتعدي واحد ضد واحد كويس وبتقدر تعمل كروس، فمن المحتمل ان مركز الجناح يكون هو المناسب لك. فشوف الحاجات اللي انت كويس فيها والحاجات اللي انت ضعيف فيها، وشوف انهي مركز هيظهر نقاط قوتك على نقاط ضعفك. انك ببساطه لو اخترت مركز بيظهر نقاط ضعفك على نقاط قوتك، فبكل تاكيد ادائك مش هيكون كويس اطلاقا. ثالث حاجة، وده سؤال هتسأله للمدربين واللاعبين اللي بتثق فيهم، فهتسألهم عن المركز المناسب لك. بقول لك، انت شايف انهي مركز مناسب ليه؟ والله انا شايفك يعني انت عندك تحكم بالكرة كويس، تعرف عندك مهارة ورؤية، ثابت على الكورة، صانع لها. وهتسأل هنا اللاعبين والمدربين اللي يعرفوك كويس وبيشوفوك بتلعب كورة باستمرار، يعني مثلا ما تجيش تسألني في التعليقات ايه المركز المناسب ليا وانا ما شفتش طريقة لعبك قبل كده وما شفتش أدائك في الملعب، وما تسالش اي حد تاني ما شافش لعبك في الملعب وما شافكش وانت بتلعب مباريات باستمرار، فهتسال اللاعبين والمدربين اللي بيشوفوك باستمرار وانت بتلعب مباريات واللي بتثق فيهم. ومهم هنا جدا انك تسال الناس اللي هيدوك اجابه صادقه، يعني ما تسالش صديق ليك بيطبل وخلاك تلعب في كل المراكز وانت اصلا على الله حكايتك. علمي شايف انهي مركز مناسب ليا في اللعب؟ اي مركز عادي تلعب في اي حته. اي حته؟ الله لا ما تسالش على حاجه ثاني. فاسال حد ثقه وهيديك اجابه صادقه حتى لو الاجابه ما عجبتكش، مش مهم الاجابه تعجبك، المهم الاجابه تكون صادقه، وكل ما الاجابه صادقه كل ما هتقدر تتخذ قرار افضل.
رابع حاجه وانك تشوف المركز الطبيعي والمريح ليك، المركز اللي بتحس ان هو فيت لايك جلافز، يعني المركز اللي انت شايف انك طبيعي فيه وعندك ثقه فيه. على سبيل المثال انا بحب العب بلاي ميكر وبحب العب وينج، بس بحس ان وينج يعني مناسب ليا ومريح وبحس بثقه فيه، بحب واحد واحد والمراوغات والاسيست والمواضيع دي كلها، فبحب العب وينج. خامس حاجة وانك تخليك متقبل لفكرة التغيير، بمعنى انك تخليك متقبل انك ممكن تغير مركزك في اي وقت. كل النقاط اللي ذكرناها دي نقاط هتخليك تختار مركزك في الوقت الحالي، فممكن واحد ما كانش بيقدر ينهي الهجمة فمركز المهاجم ما كانش هو المناسب له، ومع التدريب ومع الوقت بيقدر ينهي الهجمة بسهولة فيقدر يغير مركزه لمركز المهاجم. فخليك متقبل لفكرة انك تغير مركزك في اي وقت. كتير من اللاعبين بدأوا في مركز ومع الوقت غيروا مركزهم. على سبيل المثال تكون متقبل انك تغير مركزك في اي وقت. ودول كانوا الخمس نقاط الاساسيه اللي هيساعدوك تختار مركزك بالطريقه الصحيحه في الوقت الحالي. عرفنا تحت في التعليقات مركزك ايه في الملعب وحابب تشوف ايه في مركزك. لعلك الفيديو لايك الجميل وشير على السوشيال ميديا عشان الكل يستفاد، وتقدر تتفرج على سلسله المراكز من هنا وسلسله تعليم اساسيات كره القدم من هنا، وتعمل اشتراك في القناه من هنا لو لسه ما اشتركتش. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. معكم رشا التوت، واشوفك يا صديقي في الفيديو القادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.